على كابتن فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أبو مشعل أنت ما قصرت ووفيت عننا في المقدمة، وأنا معك أقول ألف ألف شكر للأمير سلطان بن فهد على ما كل ما قدم، وألف مليون مرحبا ومبروك للأمير نواف بن فيصل، لأن هذا الشبل هو منها من هذاك الأسد. والحقيقة ليست غريبة بتعيين الأمير نواف، لأنه هو اللي مسك الرياضة في السنوات الأخيرة، هو اللي ذهب وتطور واحتك وملك الخبرات وأخذ الخبرات من والده الأمير المرحوم له الأمير فيصل بن فهد. الحقيقة أنا لما أشوف القرار وأشوف اللي صار، أكيد كلنا نتساءل. في ناس يقولون هل هي قرار إقالة أو استقالة؟ وأنا الحقيقة بجاوب على، وفي ناس يقولون هل القرار جاء استجابة للضغوطات الإعلامية والجماهيرية؟ فهد، هو بس قرار يعني قرار إقالة عن طلب. نعم، أنا قرار واضح، واضح أنه عن على طلب. نعم، وصريح يعني. في بعض السرد أبجيبها وعلى المشاهد أنه يعني يشوف هل هو كذا أو كذا أو في. فبالحقيقة أنا قلت يعني أنه هل هو بسبب ضغوطات، يعني الاستجابة لضغوطات الجماهير والإعلام؟ هل هو يعني قناعة مبنية على دراسة كافية؟ فعشان كذا التساؤلات هذه أكيد إنها موجودة بالشارع الرياضي، فأنا حبيت أطرح بعض الأشياء وعلى من يريد أن يقرر هي قالة أو استقالة. طبعا في عهد الإنجازات السابقة، في عهد الأمير فيصل بن فهد، أنا أعتقد أنها نابغة عن قوة شخصية رجل، نابغة عن خبرات طويلة واحتكاكات بالرياضة. ولا يمكن أن أعتقد يعني عهد الأمير فيصل لا يمكن أن يعود في عهد آخرين، لن أجزم في هذه الحالة، نتمنى إن شاء الله، لكن هذا وجهتي. ثم أني أعتقد أنها ناتج، الحقيقة بكل أمانة، ناتج لخبراء صادقين مخلصين، يعني عارفين ببواطن أمور الرياضة. لما أحكي عن الخبراء الصادقين، شوفوا لما نقارن بكل أمانة، نقارن على خبراء مثل الدكتور صالح بن ناصر، خبراء مثل عبد الله العذل، عبد الله الدبل، نقارن بمثل الدكتور غفر الله له ورحمه عبد الفتاح ناظر. فأنا أعتقد شوف الخبراء وشوف الإنجازات وشوف قوة الشخصية وشوف إضافة إلى وجود رؤساء في الأندية في ذاك حقبة الزمن بكل أمانة يخططون وينتقدون لما فيه فائدة لمصلحة الوطن، وليس لمثل بعض رؤساء الأندية الآن. أقول أنه قد تكون، يعني أنا يعني بكل أمانة كما تعودت أن يتكلم على عهد الأمير سلطان، كان لازم يكون أنا في وجهة نظري يكون مع الرأي قبل شجاعة الشجعان. لن نحمل الإخفاق هذا لسلطان بن فهد الحالة مهما كانت أسبابه. خلونا نقول، هل هناك أحد خذل سلطان بن فهد مثلا؟ طبعا رغم عبقرية الأمير سلطان، أو لو نقول مهما كان الشخص عبقري لازم يكون عنده خبراء صادقين. لا بس فهد، لا تتفق معي فهد وأنا أخوك، لا تتفق معي ويمكن الزملاء يشاركون هذا الرأي، إنه لكل مرحلة زمن ورجال. أكيد أكيد، بس أنا ولكل يعني جيل، يعني مثلا جيل الأمير فيصل بن فهد والأمير فيصل رحمة الله عليه، بما تواكبتوا من بناء بنية تحتية أساسا للرياضة السعودية، والآن يعني مرحلة أكمل في بس يعني باختصار شديد فهد لو طيب سمع. أبشر فيعني قطعت حبل أفكاري، لكن خليني أقول أنها وصلت إلى عند الخبراء، ومهما كان يعني الحمد لله عقلية، لكن أقول أن البطانة كانت يعني، وليس كلهم، أغلبهم طبعا. إحنا يعني خليني أستعرض، لن أستعرض، خليني أستعرض من بعد 2002، بعد إخفاقنا الحقيقة القوي في كأس العالم 2002، أتت قرار من خادم الحرمين الشريفين والدنا اللي الله يرده بالسلامة للوطن أمين، الملك عبد الله، بتشكيل لجنة التطوير. وبكل أمانة
نتائج هذه اللجنة حجر عليها ولم يعني نفهم إيش نتيجة هذه اللجنة وتطويرها. ثم أضف إلى ذلك قدمت دراساتها وقدمت يعني دراسات توصياتها حجرت على نتائجها يعني. أنا أقول حجر على نتائجها ولم تطلع ما نقدر نقول فهد يعني ما نملك القرار على وش اللي صار بالضبط. أنا كرياضي وكواحد في الشارع أتساءل يعني. ثم أن هناك الحقيقة وكل أمانة عنصر مهم اللي هو عنصر الإعلام. أعتقد أنه رغم أن هذا العنصر مشترك مع وزارة الإعلام، وأنا بكل أمانة أقول أنا قاعد أقول أشياء اللي كان سبب إخفاق وأشياء اللي يجب أن نتلافاها. يعني ما في شك أن كل العالم يعرفون سبب أبقطع حبل أفكار.